حاس حاس ولا ايه؟ مش عايز عراك. تعرفوا على بعض بهذا. انا قاعد لكم اهو. تعمل هنا يا سيدي. تعال كده يا سيدي. حر. ايه؟ ايه؟ شايفها في دي؟ شايفها في دي؟ اه وريني السلسلة دي. سيبولي. محترم محترم بس مش سالك. انا عارفك انا عارفك ولا كابوس. جدع عيال جدع عيال، مساء الخير. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى مليون مسا عليكم كلكم. النهارده يا جماعه احنا بنعمل حلقه تعارف ما بين كابوس وما بين ارجوس. على فكره كلب ده غتت جدا، شرس جدا. ارجوس كلب شرس وبيحب يفرض سيطرته على اي كلب تاني. بيحب يبين ان هو قوي، بيحب يبين شخصيته. الكلب ده بيشتغل على البني ادمين وعلى الكلاب، الاثنين شرسين. طبعا بيفكروا دلوقتي ان هم يتعاركوا مع بعض. وبعدين يالا ولا ايه؟ اقعد اقعد. ايوه كده اقعد انت راخى. طبعا الاثنين يا جماعه من الكلاب اللي هي بتحب المشاكل. كل الناس عارفه الكلاب الروتويلر وعارفه مشاكلها في الهجوم على بعض، بالاخص الذكوره. ليه؟ لان كل كلب فيهم عايز يفرض سيطرته. في الحلقه دي كمان طبعا ارجوس ده كلب عندنا اقامه، تمام، لكن كابوس كلكم عارفينه، الكلب بتاع ابو نور، تمام، هو هاكر الجديد. اقعد يالا اقعد يالا. وريني فين الادب يالا؟ فين الادب؟ فين الادب؟ الادب فين؟ الادب فين؟ ايوه كده الادب فين؟ تحت كده. ها ايوه ده الادب فين؟ ايه؟ ايوه كده يالا. طبعا كل الناس عارفه الكلب ده. انا قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اقعد. شاطر. سلم يلا يلا. سلم 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 كده. طبعا الكلبين دول شرسين يا جماعه. الكلب ده عندنا بقاله فتره اقامه، ربنا يسترها على صاحبه يا رب. هو بقاله فتره كتيره ما بيكلمناش وما نعرفش عنه حاجه، وحتى مش عارفين نتواصل معاه. اكيد كل الناس عارفه ارجوس من زمان عندنا في المزرعه. صاحبه بيروح ايطاليا وبيجي بالسلامه، وبيجي يقابله ويقعد معاه وبياخده يقضي معاه فتره الاجازه وبيرجع يجيبه تاني، لان الكلب ده مرتاح هنا. والكلب ده عنده فرط سيطره رهيبه جدا لدرجه ان هجم على ناس قبل كده وعمل مشاكل جامده، تمام. بس طبعا الحمد لله بيجي عندي هنا، يعني بنتغلب عليه لان انا اللي كنت مديله تدريب في البدايه. فطبعا بقالنا فترة مش عارفين نتواصل مع صاحبه. يعني هو شخصية محترمة جدا وحد انا بحبه جدا، فمش عارفين نتواصل معاه. تعالى ارجوس تعالى. مش عارفين نتواصل مع صاحبه خالص، تمام. طبعا الكلب بسم الله ما شاء الله بياكل بيشرب، الدنيا تمام التمام. ولا ولا انت عايز تتجوز وخلاص. انا عارفك انا عارفك انا عارفك. اقعد اقعد تحت يا ارجوس تحت تحت. طبعا ده صغير سنا يا جماعه، ده لسه ما يعني في بدايات في البدايات في الاولى من عمره، تمام، ما اتجوزش غير مره واحده. فاحنا كمان من الفيديو ده بنوجه رساله لصاحب الكلب ده، لو شفنا طمنا يا عم عليك،
اخبارك ايه، صحتك ايه، عامل ايه، ما بتتواصلش ليه عشان الكلب بتاعك تطمن عليه. بنحاول ان انا نبعت له على الواتس كتير على الارقام اللي هو كان سايبها لي، مش عارف نوصل له خالص، دخلنا في حوالي ما يقارب 3 شهور. تمام، فيا ريت نطمن عليه بالفيديو ده، او يا ريت ان هو يشوف الفيديو ده. الحاجه اللي بعد كده، النهارده حبينا نعمل منوره كده ما بين الكلبين دول. تمام، منوره ما بين اشرس كلبين او اشرس نوع في الكلاب، ارجوس وكابوس. الكلبين شرسين جدا. تمام، كلبين بيحبوا المشاكل. كابوس لما جينا ندخله العنبر، شايفين ده تطفل، ده شايفين هزه الديل دي تغل، يعني بيقول له بص خلي بالك يا ابو نور صاحبي، وانا هنا انت هنا عندنا ضيف. لا يا عم ده مش ضيف، ده صاحب مكان. انت يابا، انت يا عم، ده صاحب مكان يا اخونا. طبعا زي ما احنا شايفين بيحاول يفرض سيطرته، بيحاول يبين قوته. تمام، كابوس كلب دمه خفيف جدا، كلب لعبي بيموت في اللعب. تمام، تعالوا نطلعه فوق. يلا فوق، اطلع فوق فوق. ده طبعا كان في حد كمان كلمني، كان في هنا آية قرآنية. تمام، وقال لي يا ابو نور العربية عليها آية قرآنية من ورا والكلب بيطلع عليها، ده غلط، احنا شلنا الآية القرآنية يا جماعة حفاظا على ديننا. طبعا العربية دي احنا بنبقى مضطرين ان احنا كمان نطلع، يعني احنا مش انا شاري العربية دي وهي مكتوبة، فاحنا مضطرين ان احنا كمان نطلع بنخطي من عليها، فما خدتش بالي منها، وشكرا للجمهور بتاعي اللي هو بيلفت نظري الحاجات انا ما بنبقاش واخد بالي منها. المهم النهارده وريناكم ازاي سيطرنا على المنوره دي، منوره ما بين كلبين شرسين جدا. تمام، انا عايز ناخد ارجوس نطلعه فوق. قال انت لو طلعت فوق هتعمل ايه؟ يلا بينا اطلع فوق. جوه يالا، جوه يالا، تخافش انت، ما تخافش مش هنيجي يمك. جوه يالا غير تمسك ده. تعال ارجوس، يلا اطلع فوق، اطلع فوق. جدع جدع، يلا ها اجمع، استنى نطلع على الهواء. تعال تعال، ها اجمع اجمع، هسا سيبه، هات لي العصايه، لازم نبقى قريب منهم بالعصايه. شايفين المنورات دي؟ دي منورات يا جماعه. من وقت للتاني بقى انت كمربي كلاب لازم تعمل ايه؟ ربكه. دي ربكه، ربكه كده تربك الكلبين، تعرفهم ان في حاجه ممكن تحصل لكم لو عملتوا اي مشكله. ولا ولا ده بقى فكرته، كل فكرته ان هو عايز يتجوز بس. كابوس كلب لسه بادئ في حياته جديد، والراجل بقى عريس يعني، اكيد انتوا فاهمين الكلام ده، مش عايز نوضح عشان في اطفال بتتفرج على الفيديوهات. فالمبتدئ في حياته ده ده داير في اي حاجه. الكبير في السن طبعا ارجوس كبير في السن، بس مع انه عنده فرض سيطره، بس في نفس الوقت يعني بيمسك نفسه شويه، مع ان شخصيته قويه جدا، ما يحبش انضرب، ما يحبش يتهان، ما يحبش الكلام ده كله. تعالى ارجوس اربطه يا سيدي، انت تقعد اقعد. جاد سبيك، ها سبيك جاد، يلا سبيك، ولا جاد سبيك جاد جاد جاد. انت صايع انت. ما تنسوش بقى في الحلقه دي يا جماعه تعملوا لنا لايك، لايك حلو كده مع كومنت حلو كده، وتكتبوا لنا في تحت في الكومنتات انتوا عايزين حلقات ايه نعملها لكم، باذن الله نعملها لكم. وما تنسوش الناس اللي مش مشتركه معانا تشترك معانا في القناه دي، وتفعل الجرس، وانت بتفعل الجرس اختار كلمه الكل عشان يوصل لك كل جديد من عندنا باذن الله. احلى مليون مسا عليك.